أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. موقف الخارجية الكويتية من أحداث عدن يتصدر اهتمامات مواقع الأخبار اليمنية. ميليشيا الحوثي تنهب منازل النازحين في جبن بالضالع. يمنيون يلتقون في العاصمة الألمانية برلين بعد قطيعة 9 أشهر. أصغر خريج جامعي في 14 من عمره، ووالدته تقول إنه بدأ القراءة في سنته الثانية. أهلا بكم. تصدرت تصريحات وزارة الخارجية الكويتية بخصوص تشكيل مجلس في عدن مواقع الأخبار اليمنية، حيث عنون موقع الصحوة نت: الخارجية الكويتية تقول تشكيل مجلس جنوبي خطوة مرفوضة. حيث أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن إعلان تشكيل مجلس انفصالي جديد يعتبر تطورا سلبيا في مسار الوضع اليمني. وقال الجار الله خلال رده على أسئلة الصحفيين: نحن في دول مجلس التعاون الخليجي رفضنا هذا التطور، وهذا الإعلان سيموت ولن تكتب له الحياة، وكل المعطيات ترفض مثل هذا الإعلان والتوجه. منذ ساعات الصباح الباكر تجوب سيارات تحمل أبواقا من أجل حملة التوعية بمرض الكوليرا بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين صنعاء عاصمة منكوبة نتيجة المرض الذي يستهدفهم. وقال مسعفون وأطباء في مستشفيات 70 والثورة بالعاصمة صنعاء ليمن مونيتور إن المصابين لم يجدوا أسرة للجلوس عليها مع زيادة عدد الحالات بشكل مفزع، وأصبح الناس في ممرات المستشفيات يتلقون العلاج. وقال مسعف في عيادة خاصة بصنعاء ليمن مونيتور إن عشرات المصابين بالكوليرا وصلوا اليومين الماضيين، ومعظمهم يتم دفعهم إلى المستشفيات الكبرى لتردي حالتهم الصحية، من بينهم نساء حوامل. حين يفقد المرء معشوقته أو يحرم منها لا يعود له من ملاذ سوى البكاء على أطلالها، فدعوني أبكي على أطلال معشوقتي التي كانت أجمل نساء الأرض. هكذا يبدأ حسن عبد الوارث مقاله المشهور في يمن مونيتور، وقال في جزء من مقاله المعنون: دعوني أبكي. زارتني ليلة أمس في الحلم بصورتها القديمة التي لم تزرني بها من قبل، جاءتني من أفق بعيد كأنها خرجت من أخاديد القبور في متاهات العصور، جاءت لتخبرني ما كانت علي وما آلت إلي. إنها مدينتي، مسقط رأسي ومنبع إحساسي ومجمع حواسي، المدينة المفتوحة على كل العواطف والمشاعر والأحاسيس والخواطر. إنها تفتح مفاصل قدرتك على التأمل والإبداع والتجلي والحب أيضا. إذا رغبت في القراءة فلا أروع من كتاب عدن، وإذا رغبت في الكتابة فلا أوسع من قاموسها، وإذا رغبت في الكلام فالصمت أنبل في حضرتها. عدن لا تسألك من أنت أو من أين أنت، إنها تسألك فقط كيف أنت. وأنت في عدن لست غريبا البتة، لست يتيما على الإطلاق، ولست زائرا عابرا، لأنك إذا غادرتها تظل رائحتك على جسدها طوال العمر، وتظل رائحتها في ذاكرتك عصية على النسيان، لأن عدن عاشقة من الطراز الأول ومعشوقة من المقام الرفيع، بل الحق أن عدن هي العشق ذاته. فهل يمكن لأية قوة على وجه الأرض أن تزيل اليوم هذه العدن من الذاكرة والخاطرة والخارطة؟ ومن هذا الصنف، بل أحسن ما فيه، تكون عدن عروس البحار والمحاري والبهار. فهل يمكن أن يتراءى للعقل أن يذوب ملح البحر في رمل البداوة، وتغيب شمس الظهيرة في خيمة العشيرة؟ هي عدن، هي بانادورة، أول امرأة وجدت في تاريخ البشرية بحسب الأسطورة الأغريقية. موقع الاشتراك نت تابع بعضا مما يجري في محافظة الضالع، وعنوان الموقع: الميليشيا تنهب منازل المواطنين في جبن ونجاة مدير أمن قعطبة من محاولة اغتيال. وقالت التفاصيل إن ميليشيا صالح والحوثي نهبت منازل المواطنين في مديرية جبن بمحافظة الضالع جنوب البلاد.
مصادر محلية قالت للاشتراك نت إن جماعات مسلحة من الميليشيا اقتحمت منازل عددا من المواطنين ونهبت ممتلكاتهم، كما قامت بنهب منازل أخرى للنازحين في قرية الربيعيتين بمديرية جبن شمال شرقي المحافظة. وذكرت المصادر أن أسر نزحت من الربيعيتين إلى منطقة معزية الحدي ومدينة دمت القديمة بسبب الحرب داخل المنطقة. الخوف وحده لا يكفي. تحت هذا العنوان كتب نزار بدران مقاله المشهور في صحيفة القدس العربي، وقال في أجزاء منه: منذ قديم الزمان اعتمدت السلطة لتثبيت وجودها على مبدأ السيطرة بالقوة على مجموع الناس، وذلك أساسا بالتخويف والإرهاب. فالقتل والإخفاء والتجويع وغيره كانت من الوسائل المستعملة حتى في أكبر الحضارات السابقة، وما زالت طبعا بدون تغيير في أيامنا هذه في كثير من دول العالم التي تتسلط عليها حكومات شمولية، ومنها جزء كبير من العالم العربي والإسلامي. لكن هل التخويف والإرهاب يكفي لبقاء هذه الدول وتلك السلطات؟ هذا ما ينفيه المؤرخون والفلاسفة. فابن خلدون مثلا انتقد العرب بقوة واتهمهم باستعمال العنف والدمار لتثبيت حكمهم بعد الفترة الذهبية الأولى، ولكنه أكد بشكل واضح أن الشيء الوحيد الذي سيوحد هؤلاء ويجمع الرعية المسلمة تحت رايتهم وتجعلها تتقبل قرارات السلطة هي الدعوة. حدث ذلك بالاتحاد السوفيتي، فإرهاب ستالين والنظام الشيوعي احتاج لاستمراريته 70 عاما إلى أيديولوجية لينين وماركس لتغطية الإجرام ضد الناس، كذلك الأمر بالصين وغيرها. الدين والسلطة أو الأيديولوجية والسلطة هما رديفان لكل نظام استبدادي. هذا أيضا ما نرى في إيران الإسلامية أو فنزويلا الثورة الشافيزية. وقد فهم النظام السوري ذلك لقمع شعبه على مدار 60 عاما، فأسس لما يدعي أنها نظرية الممانعة والمقاومة يحمي بها ظلمة، وهو يستمر بذلك رغم دمار سوريا على يديه، بينما لم يمانع أو يقاوم يوما احتلال إسرائيل للجولان أو تحرير متر من فلسطين. عندما تسقط ورقة التوت الأيديولوجية يتعرى النظام، وفي تلك اللحظة الخوف وحده لا يكفي لحمايته من ثورة الجوع والفقراء. هذه الورقة لا تسقط إلا بتطور فهم الناس ووعيهم. هذا ما حدث في الثورة الفرنسية التي استنارت بفكر عظماء الفكر والفلسفة لإزاحة الحكم الملكي الفاسد بعد رفض الناس للسيطرة الفكرية للكنيسة الكاثوليكية التي كانت تبرر كل ممارسات الإقطاع. في تقرير خاص لموقع الموقع بوست يلخص ما يتعرض له المعتقلون في صنعاء: صنوف من التعذيب يتعرض لها المختطفون في سجون الميليشيا والكوليرا تضاعف معاناتهم. ويقول الموقع: لم تكتفي جماعة الحوثي باعتقال آلاف الأشخاص من الناشطين والسياسيين والصحفيين والمدنيين والعسكريين، ففي الوقت الذي تقوم فيه بتعذيب قطاع واسع منهم تسعى إلى اعتقال واختطاف معارضين جدد في كل من صنعاء وتعز ومأرب وإب وبعض المناطق الأخرى. الجديد في هذا الأمر وفق الموقع هو وصول وباء الكوليرا الذي يجتاح صنعاء ومدن يمنية كثيرة إلى داخل السجن، وقد سجل حقوقيون إصابة 5 حالات السبت الماضي في سجن هبرا بأمانة العاصمة صنعاء. أما عن العذاب الذي يناله السجناء فقد قال الموقع بوست إن وسائل التعذيب للمعتقلين تتعدد وتختلف من وسيلة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، لكنها جميعها تؤذي أو تؤدي إلى الموت وإلى إعاقات وإلى فقدان العقل أحيانا. وعن المعتقلين عنونا موقع المصدر أونلاين: الحكومة اليمنية تطالب الصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ 45 مختطفا أصيبوا بالكوليرا، حيث دعت وزارة حقوق الإنسان الصليب الأحمر إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من 45 مختطفا في سجون جماعة الحوثي بعد إصابتهم بالكوليرا. وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن المختطفين في سجون الميليشيا لم ينالوا الرعاية الصحية اللازمة بعد إصابة أكثر من 45 منهم بالكوليرا في سجون هبرة أو في سجن هبرة وسجن الأمن السياسي بصنعاء. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الشان السياسي اليمني قالت صحيفة العرب الجديد:
تستضيف العاصمة الألمانية برلين اجتماعات يمنية تجمع للمرة الأولى منذ أغسطس العام الماضي ممثلين عن الحكومة الشرعية وأخرى عن جماعة الحوثي والمخلوع، وبالتزامن مع تكثيف الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى إبرام اتفاق هدنة واستئناف مشاورات السلام بين كل من الحكومة وتحالف الحوثيين وصالح. ووفقا لمصادر العرب الجديد فإن المشاركين جرت دعوتهم بصفة شخصية لتمثيل مكونات بصورة شبه رسمية، لم تعلن المكونات أو الأطراف التي يحسبون عليها اعتمادهم كممثلين لها في مفاوضات. ويحضر الاجتماع مندوبون عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بالإضافة إلى كون الاجتماعات تحظى برعاية ألمانية. وتنعقد الاجتماعات بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اليمنية ونائبه عبد الملك المخلافي في ألمانيا بدعوة رسمية من برلين، حيث كان الأخيران قد وصلا يوم الأحد الماضي على رأس وفد حكومي إلى برلين التي تتبنى موقفا قويا يطالب بإنهاء الحرب. رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وبحسب صحيفة الخليج، دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا لتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن لكي تستمر الحكومة بمسؤوليتها والتزاماتها تجاه كل الشعب. ولفت بن دغر لدى حديثه في برلين أمام مجموعة من الطلاب اليمنيين وبعض الشخصيات الاجتماعية من أبناء الجالية اليمنية إلى أن الميليشيا استولت على 581 مليار ريال في العام 2016، وهي بحسب التقارير المالية تكفي لدفع المرتبات لمدة 9 أشهر. وقال رئيس الوزراء اليمني إن سقوط العاصمة صنعاء بيد الميليشيا تسبب في المعاناة التي يعيشها شعبنا اليوم، ويجب معالجة المشكلة من جذورها وفق المرجعيات الأساسية. منذ إعلان عاصفة الحزم من أجل استعادة اليمن من مختطفيه صالح والحوثي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد المسفر يدعو دول التحالف إلى إنجاز المهمة في أقصر وقت قبل انفلات الزمام من يد قيادة عاصفة الحزم والحكومة الشرعية، كما يقول في مقاله المنشور اليوم في الشرق القطرية مضيفا: الحق أنني لم أستبعد ما جرى في عدن على يدي عيدروس الزبيدي ورفاقه ضد السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولا أستبعد انشقاقات على المنشقين قريبا، ومن ثم تتوالى الانشقاقات وتتكاثر فيصعب الحل، وتدخل اليمن وجوارها الخليجي في دوامة الانشقاقات والانشقاقات المضادة، ثم تقفز إيران إلى جنوب الجزيرة العربية بمدد روسي صيني تحت ذرائع مختلفة، وأهمها محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الممرات المائية، أعني مضيق هرمز والبحر العربي وخليج عمان والبحر الأحمر. تنحية عيدروس الزبيدي من منصبه محافظ محافظة عدن حق سيادي يمارسه رئيس الجمهورية، ولا يجوز الاعتراض عليه من الخارج أو الداخل إلا من البرلمان المنتخب. وهذه التغييرات في المناصب والتنقلات بين قيادات الخدمة المدنية تحدث في كل الدول، وآخرها ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، عندما نحى الرئيس الأمريكي ترامب وزيرة العدل الأمريكية بالوكالة، وأقال أيضاً مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية لرفضهما تنفيذ قرارات الرئيس. لم يقدم أي منهما اعتراضاً على قرارات الرئيس الأمريكي. لم يقم ذلك المسؤولان المقالان بتشكيل حزب يهدف إلى التمرد على رئيس الجمهورية. ما أردت قوله في هذا الشأن أن اليمن في حالة حرب، ومن حق رئيس الجمهورية إجراء أي تعديلات على أفراد حكومته، سواء بالإقالة أو بالنقل إلى وظيفة أخرى أو بالإحالة إلى التقاعد. كلمة أتوجه بها إلى قيادة التحالف العربي في اليمن: لا بد من الإسراع في إلحاق الهزيمة بالتحالف الثنائي صالح والحوثي، واستعادة الحديدة ولو بالقوة المسلحة وجميع الموانئ البحرية. لا بد من تجنب الخلافات البينية بين أركان قوات التحالف إلى أن يستعيد اليمن عافيته، ولكل حادث حديث. تزامناً مع الذكرى 69 لنكبة فلسطين عام 1948، تقول صحيفة القدس العربي إنه عمت التظاهرات والمسيرات والمواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقعت مواجهات عند جميع نقاط التماس، وكانت المواجهات في منطقة رام الله الأكثر عنفا حيث أصيب العديد من المتظاهرين.
وتزامنت هذه المسيرات مع تظاهرات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يدخل إضرابهم شهره الثاني وسط تحذيرات من احتمال فقدان عدد من المضربين حياتهم جراء إهمال سلطات سجون الاحتلال وعدم تلبية مطالبهم. سياسيا، قالت الصحيفة إن نوابا في المعسكر الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الأوروبي يعتزمون إصدار بيان يدين بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويتهم حكومة نتنياهو بالتمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، ويتوقع أن يثير البيان خلافا جديدا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، أكدت والدة أصغر متخرج من الجامعة على مستوى العالم وهو في سن 14 من عمره أن ابنها كارسون وأخاه الذي يسير على خطى في العبقرية، وعلى ما يبدو عاشا ولا يزالان حياة اجتماعية عادية كما بقية الأطفال، عاشا الفرح والخصام والدرس واللعب. كما شددت الأم كيمب على أن ولديها يعيشون حياة طبيعية، قائلة: نعم إنهما ذكيان، لكن هذا جزء بسيط من شخصيتهما وحقيقتهما. يلعبان معا ويتصارعان ويعشقان كلبهما كلوس ويشاهدان حرب النجوم، إلى ما هنالك من نشاطات يمارسها الأطفال العاديون في عمرهما. أما عن بداية نبوغ كارسون، فتقول الأم المثقفة وخريجة جامعة إلينوي إنها خصصت غرفة في المنزل للمطالعة والدراسة، ما إن بدأ ابنها البكر بالمشي، وعند بلغه السنتين من عمره بدأ كارسون بالقراءة، وفي الثالثة من العمر طلب من أمه أن تعلمه الحساب. رغم شراسة هجوم الفدية الإلكتروني الذي ضرب ما لا يقل عن 200,000 هدف في 150 دولة بالعالم، فإنه بحسب صحيفة البيان، من نجح في إيقاف الهجوم الإلكتروني والتصدي له هو شاب لم يتجاوز عمره 22 عاما. وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن ماركوس هاتشينز هو من أنقذ هيئة الصحة الوطنية البريطانية من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له، لافتة إلى أنه يعمل الآن مع الاتصالات الحكومية البريطانية لمواجهة هجوم آخر. وكان هاتشينز قد أوقف انتشار الفيروس الإلكتروني الشرس عن طريق الصدفة من خلال شرائه نطاق لموقع انترنت لا يتجاوز سعره 8 جنيهات استرلينية، وإعادة توجيه الفيروس إلى موقع آخر. وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن هاتشينز مدمن ركوب الأمواج ولا يعمل لدى شركة معينة، موضحا أنه عمل على التصدي للفيروس في غرفة مع أصدقائه بينما كانوا يتناولون البيستا. ما الذي يحفز الإرهاب؟ تحت هذا العنوان يحاول نائب رئيس وحدة التحليل التكتيكي في سترانفورد سكوت ستيوارت الإجابة على السؤال الذي يعود كلما تكررت هجمات الإرهابيين. ويقول سكوت في مقال أعادت صحيفة الغد نشره، قال كاريل فون كلاود ذات مرة أن الحرب هي مواصلة السياسة بوسائل أخرى، وإذا كان الإرهاب شكلا من أشكال الحرب حتى لو كان واحدا موجها إلى المدنيين، فإنه يكون عندئذ سياسيا بالتعريف. ويستكمل هذا الاستنتاج تعريف ستراتفورد للإرهاب على أنه عنف مدفوع سياسيا موجه ضد غير المقاتلين. ويسعى كل الإرهابيين حتى أولئك الذين لديهم أيديولوجيات قائمة على الدين إلى تحقيق هدف سياسي في نهاية المطاف، وسواء كانوا أعضاء في الحركة اليمينية المتطرفة الهوية المسيحية، أو في طائفة يوم القيامة اليابانية أوم شينريكو، أو في الجماعات الجهادية، فإنهم جميعا يسعون إلى تحقيق أهداف مثل استبدال النظام السياسي المعني عن طريق العنف. من المفهوم عندئذ أن التغييرات السياسية التي تهدد إيديولوجية معينة أو أهداف مجموعة إرهابية ما يمكن أن يكون لها تأثير درامي على إيقاع وتركيز المجموعة العملياتي. تشكل موجة القومية التي تجتاح الكوكب حاليا قوة سياسية أخرى جديرة بالملاحظة، وقد بدأ القوميون المتشددون الذين اكتسبوا جرأة جديدة في العديد من البلدان بمهاجمة أعضاء من الجماعات العرقية أو الدينية. العديد منهم لاجئون أخرجتهم من بلدانهم الأصلية الحروب الأهلية والجفاف أو الإجرام،
وهي الأمور التي يعتبرونها تهديدا لهويتهم، وما يزال العنف يتحرك بقوة ليس عبر أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، بل إن القومية المتشددة تستدرج استجابة يسارية من أولئك الذين ينظرون إليها كتهديد لجماعاتهم وأهدافهم السياسية. لكن التغيرات السياسية لا يجب أن تهدد إيديولوجية الجماعة الإرهابية أو أهدافها لتشكيل اتجاهات في الإرهاب. في بعض الأحيان توفر هذه التغيرات فرصاً، مع ذلك يمكن أن تساعد الأحداث السياسية في إنهاء تمرد أو حركة إرهابية بقدر ما يمكن أن تسهل عملها. ناشونال جيوغرافيك خلال عام 2017 قامت بجولة مصورة حول العالم، وخلاصة الرحلة لمصوريها كانت هذه الصور التي سنستعرضها عليكم والمنشورة في صحيفة تيليغراف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.